أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جايب لكم فيديو. الفيديو دوني فعلا فعلا يعني في بعض الربطات رائعة جدا وتستحق المشاهدة. طبعا دي يعني هي برضو كويسة للناس اللي هم الجداد على الصيد وكده، وهتنفعهم بإذن الله برضو. والله وأنا يعني أنا شايف إن هي برضو الناس اللي هم اللي بيصطادوا والصيادين ممكن إن شاء الله يستفيدوا منها، لأن بصراحة ربطات فوق الرائعة. وطبعا الربطات ديتي أنا جايبها من فيديو من حبايبنا اللي هم شيخ الصيادين بتوع إيطاليا. ونتفرج على الفيديو كده ونشوف الربطات دي. يعني طبعا هي بادئه بالربطات اللي هي الحرف اللبن زي ما انتم شايفين، ونبدا باذن الله كده ايه نشوف الفيديو بتاعنا بيشتغل ازاي. طبعا هو دي الربطه، ربطه شكلها في طبعا سن اللي هو بحلقه دوتي. طبعا هو جايب لك اهو ان هو دخل الشعر بتاعه او الخيط البريد حلقة كده زي ما انتوا شايفين. وبصراحة الربطة ديتي يعني انا شايف ان هي يعني ايه معقدة شوية، بس اعتقد ان هي بتكون متينة جدا. وطبعا ده اللي هي للسمك اللي هو الاحجام الكبيرة بتهيأ لها هيكون كويس. يعني شوف شوف ما شاء الله، يعني عقدة فوق عقدة يعني بكل بساطة. هيتي يعني هي عقدة بسيطة وسهلة وسريعة، وفي نفس الوقت انا اعتقد ان هي جامدة جدا. طبعا هو بقى بيبدأ يقفل كده ما شاء الله، ربط 10 10. طبعا يقص بقى الزيادة ديتي، حاجة بصراحة روعة. ندخل بقى على الربطة التانية ديتي، برضو هو تقريبا برضو اللي انا شايفه دول يمكن شعر في بريد، تقريبا هيربط شعر في بريد. هنشوف هو هيعمل ايه. انا بيتهيألي دلوقتي هتبقى حلقة برضو، بس يمكن الحلقة دي بتاعت مثلا ايه خطاف ولا حاجة. دي طبعا ربطة انا بربطها بصراحة في التشميط، في السن بتاع التشميط بيتربط بنفس الشكل كده تقريبا. هي ربطة بصراحة سريعة جدا 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 فوق المستوى، وفي نفس الوقت جامدة جدا. يعني انتوا شايفين غطى جميع الام الحبل، الخيط اللي هو الام غطاه خالص يعني مع خلاص. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، ربطة بصراحة روعة. بس اللي انا شايفه يا جماعة كده معناه ان هو مش بيربط، ما هوش كان بيربط في بتاع ده، هو ده شكله شعر تخين في بريد تقريبا. لان دول يعني شكله الله اعلم بقى بيصطاد ايه. شكل الربطة دي يعني بتاعت صيد الناس اللي هي بتصطاد شعر طبعا تخين جدا اهو زي ما انتوا شايفين، يمكن شعر 100 او 150 او 120، ومركب عليه بريد. يعني مثلا بيصطاد بقى ايه، انا اعتقد والله اعلم مثلا ده ينفع عندنا في النيل، اللي هم الناس اللي هم بتوع الترقيد بقى اللي بيصطاد على القراميط وعلى البتاع اللي هي المباريك، هتبقى معاها كويسة جدا الحركة دي. لان طبعا احنا عارفين ان البريد بيبقى رقيق ورفيع ونفس الوقت بيكون متين جدا.
ويعني ما شاء الله انت عارفين البريد ومتانته وخفيته ورقه كمان. ونكمل ان شاء الله نشوف الراجل ده هيجيب لنا ايه كمان. طبعا احنا شايفين ان هو برضو ايه عايز هيعمل لنا برضو ربطة للسن بتاع الحلقة دوتي اللي هو بحلقة. طبعا شكله هو معجب الراجل ده بالسن بحلقة. هي بصراحة يعني والله بيني وبينكم الحلقة دي يعني بتبقى سهلة جدا في ربطها. يعني انت شايفين ما شاء الله الربطة عاملة ازاي، ربطة بصراحة ايه ده جبارة دوبل زي ما بيقولوا. وبعدين يا عم ما يدخلها منين ده، بيتهيألي يدخلها من الحلقة التحتانية. اه عدها من الحلقة التحتانية طبعا، وده يتجمع تحت عليها خلاص قفل حتة قفلة ملهاش حل زي ما بيقول. ده دي بقى عايزة مثلا بقى اللوت اللي هو اللي الجات بقى واللي هو الجرمل بقى البياض والحاجات دي، يعني الرابطة دي بيديها الحاجات دي. ما شاء الله ما شاء الله شايفين بصراحة رابطة يعني جبارة. طبعا هنا شكله ان هو عايز يربط اللي هو البريد في بعضه او الشعر في بعضه او البريد في الشعر. الرابطة دي انا طبعا والله دايما بربطها لما اكون مثلا عايز مثلا المكنة بتاعتي الشعر بتاعها ولا حاجة اتقطع مثلا ولا حاجة او عايز اوصله. الرابطة دي بتبقى جميلة جدا معايا وما بتأثرش معايا. يعني انتوا شايفين ده كله بيتجمع على بعضه، الجنب الجنبين بيتجمع على بعض وبتبقى نقطة صغيرة جدا. يعني انا باخد ايه 4 لفات، يعني هو عامل هنا 1 2 3 4 5، بيعمل 5 شمال و5 يمين وبتجمع على بعض، بتبقى نقطة صغيرة جدا ما بتحسبهاش وانت بترمي، بتلاقي الشعر بيمشي معاك بانسيابية فوق المستوى. طبعا هو دخل كده في اللي هي الخيال اللي في النص دي يعني واسحبهم ويجمع عليهم بقى. طبعا ده يا جماعة لازم يتبل ببقك وانت بتسحب علشان ايه، علشان الشعر ما يعصرش شايفين ما شاء الله، عشان ما يعصرش الشعر وهو بايه بقرط عليه. طبعا الراجل ده جايب حتة دين ربطة جميلة جدا جدا بالنسبة ل اللي هي بتاعت المكنة لما انت عايز تلم تربط على الوش المكنة في الاول خالص. بصراحة الربطة دي يعني عجبتني جدا لما اللي يعني متانتها وسهولتها برضو. يعني وانا برضو كذا مرة اقول لكم على موضوع اللي هي الرابطة الفيونكة دي يا جماعة، بصراحة رابطة فوق المستوى. شايفين بيعمل ازاي، دي اللي دايما كنت اقول لكم عليها بس انا طبعا يعني ما بقتش عارف، حاسس الناس مش بتوصل لها بسهولة. يعني شايفين الاساسي ثابت من غير ما فيش فيه عليه اي حاجة، واحنا كل اللي احنا بنعمله بنعمل فيونكة وبنجمع عليها اللي هو ايه بقية الشعر شايفين، وطوقه ايه وتروح رابط. طبعا يا جماعة زي ما قلت ولازم تبل العقدة دي ببقك علشان وانت بتنزلها ما تعصرش الشعر معاك وايه وتموته. وبعدين انا شايف ان هو هياخد حلقة من تحت كمان على الحلة بتاعة المكنة تقريبا هيعملها يعني. اهو تمام كده فعلا هياخد ايه، هو عكسها على بعضها عملها حرف اكس وهيبدأ ان شاء الله نتهيألي يعني هيروح نازل لفة كمان على الحلة. اهو تمام زمن قلت اهو زي ما انا توقعت اللي هو عملها، ويبدأ ايه الحلقة اللي هي اللي عملها العقد بقى يروح نازل ايه قافل تحت خالص. دي طبعا تنسى بقى ايه موضوع ان هي تفك منك او اي كلام من ده، ولا تعمل لك كلكعة معاك في على الحلة مثلا. لو يعني لو قدر الله ان مثلا سمكة كبيرة سحبت منك الشعر كله فانت ما تحسش بأي حاجة، ولا تخاف ان مثلا المكنة دي يعني تروح منك الشعر ولا الوش ولا حاجة.
بيعيد طبعا تاني اهوتي علشان يأكد لنا اللفة تاني. يلا يا عم انزل بقى، ولا انت كده هتستكفى؟ اه نزل اهوتي، بعصر فيها. تمام تمام يا باشا، كده زي الفل. ويقطع بقى الزيادة، وتبقى كده انت معاك ايه، تلم بقى المكنة بتاعتك عادي، مفيش في اي مشكلة. جينا بقى لربطة البيدور دي، بصراحة ربطة من الربطات اللي عجباني جامد، وهي فعلا جامدة يعني. ربطة سهلة جدا وفي نفس الوقت متينة. طبعا انتوا شايفين عاملها، عامل الربطة على دوبل، على جوز. شايفين السهولة والجمودية كمان، يعني انت بدل ما الخيط بربط على فردة، والراجل عملها على جوز، يعني مفيش روعة أكتر من كده بقى. بكل بساطة اهي، يا رب الصورة تكون واضحة للناس. رابطة فوق المستوى الصراحة يعني. ونيجي بقى للرابطة دي، يعني طبعا الرابطة العجيبة جدا ديت، طبعا بتتركب على الـ على الـ بيسموها ايه، الريبلات ديتي. طبعا الربطات دي يا جماعة بصراحة، يعني الناس اللي هي بتشتغل بقى كاستنج بقى بالريبلات والحاجات ديتي، طبعا الحاجات دي مهمة جدا ليهم. طبعا احنا يعني عندنا في دميتنا بصراحة، يعني ما نجحتش ابدا موضوع الريبلات دي عندنا، ما اشتغلتش، او حد يعني بصراحة طلع بقى سمك ما شفتش قبل كده حد اصطاد بها. والله انا كنت اصلا جايب حتى بتاعت اللي هي اللي قولوا معايا، اللي هي بتاعت الكاليماري والسيبيا، ما اشتغلتش والله برضو. يعني اشتريت 2 حجمين وحاولت ان انا اطلع بهم اي حاجة بصراحة. كان يوم الحمد لله رب العالمين، روحت يعني ايه فاضي. طبعا برضو جايب موضوع الرابطة برضو بتاعت الحلقة دي. يا عم طب ما تغير يا عم، احنا برضو احنا يعني بصراحة احنا عندنا في دمياط هنا اللي بيشتغل بالحلقة دي قليل جدا. شايفين بقى الرابطة العجيبة الحلزونية دي زي ما بيقولوا، السهل الممتنع، الممتنع زي ما بيقولوا. الرابطة دي تقريبا يعني تدي شبه للرابطة اللي انا بعمل بها، اللي بربط اللي هو الاساسي في المدور، بتبقى تقريبا زي دي كده يعني. ربطة برضو رائعة. برضو جايب هنا برضو ربطة، نوع من انواع الربطات برضو للريبلات. وخلي بالكو دي يعني ممكن يعني برضو احنا مخنا يشتغل، يعني ممكن برضو تشتغل لحاجات كتيرة جدا. بس دي يعني هي ميزتها بقى، بقول لحضرتك ايه، بقول لحضرتك ان الربلة ما ينفعش ان تتربط في الشعر وتنزل وتقرص عليها بالشعر، لازم يبقى الحلقة بتاعة الربلة قدامها مهوي. فبيقول لحضرتك دوني سببه ايه، سببه ان بيكون يعني لو انت عملت الحلقة الرابطة على الاخر، يعني شايفين هو ربط هنا فين، شوف شايفين الفرق ده، الفرق ده بيقول لحضرتك بيعمل لل بيخلي الربلة بتكون حرة، يعني فيها حرية كبيرة جدا، وبتحسس السمكة ان هي فعلا ايه، ان دوني طعم حي، غير لما تبقى رابط الشعر بتاعك او البريد على الحلقة بتاعة الربلة مباشرة. طبعا شايفين الراجل ده عمل ايه، عمل فيونكة كده عجيبة جدا، بس انا مش عارف الراجل ده هيربط بها ايه كده. هو عمل عقدة حلقة،
طب وبعدين يا ابني العقدة دي لازمتها ايه؟ ايه اللي بيعمله ده؟ انا بصراحة مش فاهم لغاية الوقت بيعمل ايه. حد فاهم يا جماعة؟ انا شايف ان هو بيعمل عقدة بس خية جامدة جدا يعني ما شاء الله. طبعا هنا برضو بيعمل ربطة برضو بس في المكان ده يا جماعة، اللي هي المكنة اللي هي طبعا دي مش موجودة عندنا في مصر قد كده. الله أكبر الله العظيم أسدهم الله. العشاء ونشوف يا جماعة الراجل ده هيعمل معانا ايه مع ال، زي ما قلنا طبعا الحلقة دي يا جماعة اللي هي الحلة دي قصدي دي بتاعة المكنة النايمة يا جماعة، اللي هي الحلة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده بالوضع بتاعها كده، ماهوش الايه، ماهيش المكن بتاعنا العادي اللي هي دي، ممكن تكون في المكن اللي هو بيشتغل بالعدادات والحاجات ديت، وممكن يكون كهربا كمان. طبعا ربطة سهلة جدا، كل دي طبعا بيتهيألي كل الناس بيعملوها عندنا يعني، دي احنا عارفينها من زمان، ربطة روعة جدا طبعا وايه وسريعة برضو. ونشوف بعد كده الراجل ده جايب لنا ايه. طبعا اللي احنا شايفينه كده بيتهيألي الراجل ده يركب شعر على بريد تقريبا. والله بقى يا جماعة الربطة ديتي بصراحة أنا أول ما اتعلمت ربط الربيق اللي هو البريد في الشعر، وخلي بالكم يعني ما كانش الربطة بتاعت البريد في الشعر دي يعني 10/10، أنا آسف يعني مهما حاولت تربط ربطات من اللي هي القديمة بتاعتنا، يعني الربطة دي يعني بصراحة فوق 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 المستوى للبريد في الشعر يا جماعة. يعني أنا بنصح جميع الناس الصيادين حبايبنا اللي بيشتغل بريد في شعر يعمل الربطة اللي شايفين عاملة ازاي، افرد قفلة قفلة سودة زي ما بيقولوا، مستحيل ان هي ممكن ان الشعر ينط من على البريد يزف يعني يتزحلق من عليه، استحالة. وخلي بالكم اصع يعني اسهل حاجة ان تعدي او تزحلق في الربطات البريد على الشعر يا جماعة، فلازم يعني هو يشوفهم كل واحد رابط على نفسه، يعني كل واحد عامل عقدة لنفسه، فاستحالة ان هو يقدر ان هو ايه يعني يفلت او كلام من ده. ونشوف بقية الفيديو. طبعا هو جايب لنا هنا برضو الحلقة، ربطة من ربطات الحلقة. بصراحة انا بحب الناس اللي يعني اكتر تعليمي بالنسبة للربطات الناس اللي هم الاجانب دول يا جماعه، بصراحه الناس دي طبعا عمرهم في الصيد، وناس بصراحه يعني ايه اتقنوا الشغل. ليه؟ لان في عندهم ناس يا جماعه قاعدين معلش قاعدين لدراسه الموضوع ده، ازاي تصطاد سمكه زي ما بيقولوا فعلا، ازاي بكل التقنيات، وبعدين معلش ما بيخبوش حاجه. يعني انا اسف يعني مش هقول برضو مش هعمم على الناس كلها، والله احنا عندنا حبايبنا برضو بتوع اسكندرية ناس في منتهى 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 الروعة، وان يديك معلومة لو انت حبيت تسأل. ونتفرج على بقية الفيديو كده نشوف ايه الموضوع. طبعا يا جماعة الخير الراجل ضحك علينا للأسف، وانا كنت قاعد بستنى انها يجيب لي حاجة تاني، فلقيته بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ ايه يا عم الحاج احنا لسه خلصنا؟ قال لك لا كده والله خلاص انا خلصت ايه قلت المعلومات بتاعتي. فطبعا انا يا رب اكون وفقت في الحلقه ديتي. بصراحه انا حبيت ان انا الفيديو دوتي لانه لقيته فعلا ربطات جميله جدا ومهمه لكل صياد. وجزاكم الله خيرا، ولو الفيديو عجبكم ما تنسلوش من دعائكم الخالص، إن ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب وحال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.